بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نتابع تنفيذ اللي بديناه لما جينا نشرح السيت. خلونا نشوف كيف الجيت تعمل. هذا برنامجنا طبعا حق الامبلويي. هذا الكود اللي كاتبه محمد عشان يختبر الكلاس الامبلويي، يختبر السيت والجيت يستخدمها. هنا طبعا انتهينا من عمليات السيت زي ما تشوف هنا، عبينا كل واحدة منهم. الآن راح نطبع. زين، اذا وضعنا الفاليوز او القيم، قريناها وحطيناها في الأوبجكت. الآن جاء الدور أننا نطبع القيم اللي موجودة في الأوبجكت هنا. زي نبغى ناخذ كل قيم من القيم هذه ونطبعها. الآن إذا راح نقرأ القيم، نبغى ناخذ القيم من الأوبجكت برا. زين، إذا نستخدم get، نستخدم الميثودز اللي هي get. زين، طيب خلينا نشوف ننفذ الآن. الآن حنا عندنا راح نطبع first name، فنقول first name بعدين e dot get first name. زين، راح يقوم البرنامج ينفذ لنا الـ e.getFirstName. زين، شوف كيف تنفيذ عملية التنفيذ هذه. راح يروح هنا الميثود يسوي لنا Activation Record، مضبوط، يعلمنا أن الميثود هذه تبع الـ Object E، وياخذ هو ينظف لنا المكان عشان يجهزوا لتنفيذ الميثود. طبعا الميثود تنفيذها جدا بسيط، راح ياخذ القيمة FirstName ويرجعها. زين، ياخذ القيمة first name، هذه هي فهد. زين، حطها هنا مكان كذا خاص يعني عشان يعرف ان هذه القيمة اللي راح ترجع، مضبوط، هذه القيمة اللي راح نرجعها. لاحظ ان قرينا الميثود، قرينا القيمة جهزناها عشان نرجعها. ننهي الان تنفيذ الميثود وناخذ القيمة فهد ذي. زين، ونرجع الى برنامجنا الرئيسي. طبعا برنامجنا الرئيسي كان فيه first name، برنامج الرئيسي كان فيه first name هنا اللي هي هذه. زين، لأنه كان يطبع first name وبعد كذا نتيجة الميثود لـ e.getFirstName، نتيجة الميثود اللي هي فهد، أخذها حطها هنا. الآن راح يجمع الاثنين هذول كلهم مع بعض، يعطينا القيمة first name gets فهد، بعد كذا يطبعها لنا زي ما نشوف طبعها وطلعنا هنا first name equals فهد، مضبوط. طيب خلينا نشوف الجيت اللي بعدها. زين، هذه العملية الجيت هنا، جهزنا last name، جاء الآن ياخذ الجيت last name تبع الأوبجكت E. راح الآن ينفذ الميثود get last name، مضبوط. لاحظ أن تنفيذ الميثود get زي تنفيذ الميثود set، كلها ميثودز، ما في فرق فيما بينها، التنفيذ نفس الشيء، اللهم أنه ما في بارامتر هنا. set كان في بارامتر نرسله، هنا ما في بارامتر نرسله. بالمقابل الست ما كانت ترجع لنا قيمة، هنا الجيت ترجع لنا قيمة. زين، فإذا ناخذ القيمة اللي هي last name هذه، الاسم الأخير حق الأوبجكت، نحطه هنا في مكان كذا بشكل مؤقت temporary، بعدين نضيفه إلى، نرجع ننفذ من نفس المكان اللي سوينا الميثود call فيه أو الميثود invocation، مضبوط. نفذنا، ننفذ الآن الجيت، نفذنا الجيت، طبعنا الاثنين، طبعنا last name equals to أحمد، نفس الشيء الجيت salary. زين، نفذناها وطبعناها سالري ايكوز 5000، طبعنا القيمة 5000، وأخيرا الاي دي، رحنا الميثود get id، بعد كذا أخذنا الاي دي منها اللي هو 1000، بعد كذا نجي نطبع نضيف الألف للاي دي، معنى نربطهم مع بعض كسترينج، بعد كذا نطبع القيمة. زين، وبكذا انتهت عملية الطباعة وانتهى تنفيذ السيت والجيت. زين، بس خلونا نعدل تعديل بسيط هنا بس عشان نفهم الجيت بشكل أفضل. زين، بإمكاننا أن نضيف هنا، بإمكاننا بدل ما نطبع الجيت اي دي بالشكل هذا، ممكن نقول int، بعد كذا نعرف variable. طبعا احنا معرفين variable قبل هنا id، فلذلك ما يحتاج نعرفه مره ثانيه، ممكن نستخدمه. نقول id get e.get id، مضبوط، نستدعي الميثود get هنا e.get id، نستدعيها ونضع القيمه في ال id، القيمه اللي ترجعها لنا. بعد كذا هنا نطبع ال id. اذا الفكره هنا بس انه اي ميثود
get method ترجع لنا قيمة، أو أي method بشكل عام سواء get أو غير أو ما هي get ترجع لنا قيمة، فايدتها إنها نستدعيها تعطينا قيمة زيها زي الإكسبريشن. نقدر نستخدم القيمة هذه بأي طريقة نبغاها. عشان أذكرك بس نقولك زيها زي الإكسبريشن، إذا تذكر ممكن نقول ID gets مثلا 6 في 5 مثلا، زين هذا عبارة عن إكسبريشن يعطينا قيمة. زين ممكن يكون الإكسبريشن طويل جدا، ممكن يكون 6 في 5 تقسيم 66 زائدا 70 تقسيم 50 ضرب 43 وهكذا. زين كل الإكسبريشن هذا بغض النظر عن حجمه دائما يعطينا قيمة واحدة. لما ينفذ الكمبيوتر راح يحسب لنا قيمته كاملة يعطينا قيمة واحدة. نفس الشيء هنا الميثود هذه لما نستدعيها زين راح تعطينا قيمة واحدة. فإذا هذا المقصود إنه استدعاء الميثود اللي ترجع لنا قيمة راح تكون ميثود إكسبريشن. زين فإذا ممكن يكون الإكسبريشن عبارة عن حاجة طويلة زي كذا، ممكن يكون الإكسبريشن عبارة عن قيمة واحدة فقط زي 43 هنا بس، ممكن يكون الإكسبريشن عبارة عن variable id gets مثلا ما أدري، ممكن أعرف هنا variable int x gets مثلا 9 وبعد كذا هنا نقول id gets x، فإذا ممكن يكون الإكسبريشن عبارة عن variable واحد. زين ممكن يكون الإكسبريشن عبارة عن e.get id اللي هي method. مضبوط؟ إذا أي شيء مهما كبر أو صغر يعطينا قيمة في النهاية، قيمة واحدة مو يطبع لنا، يعطينا قيمة يرجعنا قيمة نقدر نسندها، هذا نعتبره expression. واستدعاء الميثود هو عبارة عن expression، ونفس الوقت الargument اللي نرسلها للميثود عبارة عن expression. زين الargument اللي نرسلها للميثود عبارة عن expression، بمعنى أني ممكن بدل من يقول اقرأ الدبل زين وأسنده لسال وبعد كذا أرسل لي سال، يقولك واحد يقولك يا أخي أنا ما أبغى أعرف variable سال ولا أخبط نفسي، أو محمد يعني يقولك والله أنا ما أبغى أسوي شيء، هذا على طول أختصرها ما راح أكتب الكلام هذا على طول راح، أو خلي الكلام هذا عشان بس يكون قدامك، خلنا نحطه كذا. يقولك والله أنا على طول بقول s dot next double. هذا لاحظ إنه استدعاء الميثود اسمها next double تبع الأوبجكت s، زي ما سوينا هنا استدعاء get id تبع الأوبجكت e. الميثود هذه راح ترجع لي قيمة دبل، زين عبارة عن argument، راح أخذها وأرسلها كargument للميثود set salary. زين طيب إن شاء الله في 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 فيديو القادم إن شاء الله راح نوضح بشكل أفضل الاستدعاء و يعني قواعد كتابة الميثود والarguments وش الأشياء اللي تصلح لنا والأشياء اللي تصلح وتجوز والأشياء اللي ما تجوز في كتابة الميثود.